كمان مرة. صباح الخير جميعا، النهاردة أول محاضرة في الإعداد للسيرتي بورد برنامج الوورد 2016 و2019. برنامج الوورد تم إعداده عن طريق شركة مايكروسوفت، وهو أحد البرامج المستخدمة في معالجة النصوص. الفرق الأساسي أو الجوهري ما بين 2016 و2019 إن أنا إذا اخترت تراك 2016 فممكن استخدم جهاز كمبيوتر يكون بيعتمد على ال 32 بت، اما 2019 فبيبقى فيه اسئله عن ال 3D، فبنحتاج يكون في جهاز كمبيوتر 64 بت. ده بوجه عام في السيرتي بورد. في برنامج الوورد بنلاقي ان السيرتي بورد سواء 2016 او 2019 في اسئله ما بينهم كتير كومون، يعني في اسئله كتير متشابهه. فسواء الاعداد 2016 او 2019 بتلاقي تقريبا نفس الاسئله، بتفرق في حاجات بسيطه جدا على حسب التطور او الزيادات اللي حصلت من اصدار لاصدار اخر. هنبدا باذن الله. اول حاجه هناخدها ازاي نفتح برنامج المايكروسوفت وورد. لفتح برنامج المايكروسوفت وورد احنا في عندنا كذا طريقه نفتح بيها برنامج المايكروسوفت وورد. اول طريقه وهي يعني اكتر حاجه شائعه، بفتح بضغط على الستارت منيو، قائمه ستارت، بتظهر لي المنيو دي، ودي بتحتوي على ليست من الابلكيشنز اللي موجوده على جهاز الكمبيوتر. فانا اذا عملت سكرول داون كده بلاقي فيه تقسيمات، يعني هنا بلاقي اللتر A، فلاقي كل الابلكيشن اللي بحرف الA. اذا نزلت تحت هلاقي دي الابلكيشن بحرف السي، وهكذا. برنامج الوورد دبليو فبلاقيه موجود تحت حرف الدبليو، فانا ببتدي سكرول داون لحد ما اوصل لحرف الدبليو، بلاقي دي كل دي ابلكيشن وادي الوورد. دي اول طريقه عشان افتح برنامج الوورد، يبقى من قائمه ستارت وبضغط على الوورد. في طريقه ثانيه، في طريقه ثانيه. الطريقه الثانيه ان انا اكون واقف على الابلكيشن وحطه هنا كتايل في الستارت منيو، يعني انا بلاقيه ظاهر هنا، فمش بحتاج اعمل سكرول داون. ايا كانت الطريقه، بمجرد الضغط على البرنامج بيبدا يحمل المايكروسوفت وورد. الشاشه اللي بتظهر لنا دي هي الشاشه الافتتاحيه، بنلاقي فيها اليوزر نيم او اسم المستخدم اللي عامل ساين ان مين، وهنا بيظهر اسم البرنامج الوورد، وبلاقي هنا مكتوب جود مورنينج لو احنا صباح، جود افترنون لو احنا فتره مسائيه. وبلاقي اول حاجه بيقول لي انت عايز تعمل فايل جديد نيو، وهنا بلاقي الفايلز اللي انا كنت عاملها كرييشن قبل كده. يعني انا عندي الشاشه دي مقسومه جزئين، اول جزء اللي فوق تحت تبويب نيو، وده فيه الملفات جديده ممكن استخدمها، وتاني جزء تحت بيبقى فيه الملفات اللي انا استخدمتها اللي انا فتحتها وعملت لها كرييشن وموجوده اصلا عندي. تمام. طيب بالنسبه للنيو، نيو اول حاجه فيها بلاقيها في حاجه اسمها بلانك دوكيمنت. يعني ايه بلانك دوكيمنت؟ يعني هيفتح لي مستند فارغ، يعني انا مجرد ما بضغط عليه هو ده ملف الوورد. لو سكرول كده داون هو عباره عن صفحه واحده بيضه ما فيهاش اي حاجه. ده كده بالنسبه للبلانك. طيب لو انا مش فاتح بلانك، لو انا مش فاتح بلانك في ايه تاني؟ ايه الاشكال دي وانا شايف ان هي فيها كلام وفيها صور؟ دي اسمها التمبلت، دي اسمها التمبلت، دي اسمها التمبلت. واذا ضغطت هنا على مور تمبلت على اللينك ده هيظهر لي تمبلت اكتر، ولو عملت كده سكرول داون هلاقي اكتر، وكمان هلاقي هنا في حاجه اسمها سيرش، يعني انت ممكن تدور على تمبلت باشكال تانية. ايه هي التمبلت؟ التمبلت هو عباره عن دوكيمنت بيبقى فيه تنسيقات محدده وشكل محدد بتستخدمه وبتقدر تملاه بالداتا اللي انت عايزها. فبنلاقي مثلا ان انت لو عايز تعمل سي في او ريزومي هتلاقي هنا في فايل هو اسمه بلو جراي ريزومي، مجرد ما بضغط عليه بلاقي اتفتح لي الدوكمنت كده في البريفيو، هقول له كرييت انشئه. ادي الفايل ظهر اللي هو تمبلت. بيقول لي ايه فيه؟ بيقول لي اكتب اسمك هنا، يعني انا لو عايز اعمل سي في بتاعي هضغط في التمبلت، هختار التمبلت ده وهسمي بقى الاسم مثلا مروه معاذ. زي ما انتم شايفين مجرد ما بكتب هو اوريدي التكست بياخد نفس الفورمات اللي كان موجود قبل كده. الجوب تايتل ممكن اكتبه هنا كمبيوتر تيتشر،
زي ما انتم شايفين كل سطر انا بقف عليه بيبدأ يكتب معايا بنفس الفورماتنج اللي انا مستخدمه، وبرده الصورة بتاعتي انا هبتدي اعمل لها ريبليس هنا واحطها هنا وتعمل فورمات بتاعها. يبقى التمبلت يا اولاد هو عبارة عن ايه؟ التمبلت هو عبارة عن ملف تم اعداده مسبقا بتنسيقات محددة تقدر ان انت تستخدمه في اي حاجة على حسب الشغل اللي انت بتشتغل عليه او على حسب البروبوز او الغرض من الدوكيمنت ده. بلاقي هنا كمان بيسمح لك ان انت تعمل سيرش، يعني انا لو عايزه اعمل سيرش مثلا انا عايزه اعمل كفر بوك، يعني عايزه اعمل غلاف كتاب، فممكن اكتب هنا كفر بوك انتر وهي بتدي يدور لي في التمبلت هل في كفر بوك، يبتدي يطلع لي هنا شويه اشكال ممكن اختار ما بينها. لو انا عايزه حاجه لتايم تيبل يعني لجدول فاكتب هنا تايم تيبل، تايم تيبل يبدأ يعمل سيرش، لو ما لقاش تايم تيبل ممكن اقول سكادجول، ده السكادجول او الجدول ازاي بيتعمل. بلاقي هنا فيه زي ما انتم شايفين برضو ده تمبلت جاهز متقسم وانا ببتدي املى فيه، وبرضو هو تنسيقاته بتكون موجودة اصلا. ده طبعا بيوفر عليك وقت انك ما تقعدش بقى تعمل ديزاين وتختار الوان وتغير في الفونت وهكذا، ويبقى شكله جميل جدا وجاهز وتقدر تنشره. وزي ما احنا شايفين احيانا بيبقى التمبلت فيه صفحة واحدة وفي ساعات بيبقى اكتر من صفحة، زي الفايل اللي قدامنا ده هنلاقي فيه 12 بيج لان كل بيج بتاخد شهر واحنا في السنة فيه 12 شهر، فهنلاقي فيها هي 12 بيج وهكذا. ده كده بالنسبة للتمبلت. تمام، يبقى كمان مرة مجرد ما بفتح برنامج الوورد بلاقي تاب فوق اسم نيو في مجموعة من التمبلت ممكن اختار ما بينها، وبيبقى عندي كمان حاجة اسمها بلانك دوكيمنت وده ملف فارغ. اما التمبلت هي عبارة عن قوالب تم اعدادها مسبقا بتحتوي على فورماتنج او تنسيقات محددة بتساعد المستخدمين ان هم يستخدموا التمبلت دي بطريقة مجانية، وبتبقى التنسيقات بتاعتها جاهزة بيستخدموها مباشرة. تاني جزء بلاقي فيه دي الملفات اللي انا سبق انشأتها على جهاز الكمبيوتر ومحطوطة هنا وظاهرة هنا ليه؟ لسرعة الوصول ليها. الميزة كمان في الفايلز دي ان انت لو في فايل مثلا بفرض اللي انا بلان 2 ده الفايل ده انا بستخدمه كتير وعايزاه دايما يبقى ظاهر، فانا عاملة له بين. يعني ايه بين؟ يعني انا لو جيت ضغطت على التاب ده بين هلاقيه موجود فيه. يبقى انا هنا لو جيت نزلت هنا وعملت له بين، بين ذيس دوكيمنت، فلو رحت هنا في البند هلاقيه ظاهر قدامي. ليه انا عامله له بند عشان يظهر قدامي؟ عشان يفضل موجود في الليسته دي، ومعناها ان انا الفايلز اللي عملناها بند معناها ان هي تفضل ظاهره في القائمه دي لسهوله الوصول، لسهوله الوصول. وبرده ممكن لو انا خلصت حاجه معينه وعايزه اشيلها بضغط على زر تاني البند عشان تتشال من القائمه دي. زي ما انتم شايفين اهي كلمه خطأ الفايل بتاع خطوات مهمه تم ازالته من قائمه البند. كمان بلاقي في تاب تاني اسمه شيرد ويز مي، والشيرد ويز مي دي فايلات بستخدمها او موجوده على الكلاود او على الانترنت، بيبقى اكتر من حد يقدر يعمل كونتريبيوشن او مشاركه في الفايل. يعني الفايل الواحد مش انت بس اللي بتقدر تعمل فيه تكتب فيه الداتا، لكن اكتر من حد بيقدر يدخل لا اما يعدل او يعمل شوينج اللي هو يشوفه يعرضه يعمله ديسبلاينج. تمام، احنا هنبدا الشغل من اول خالص، هنبدا من الاول البلانك دوكيمنت. يبقى انا عشان اعمل كرييت لفايل جديد في الوورد بضغط على بلانك دوكيمنت. الدوكيمنت في الوورد هو عباره عن ايه؟ باي ديفولت هو بيبقى صفحه واحده. الاعداد الافتراضي ليه ان هو بيبقى صفحه واحده، كل ما الصفحه بملاها كتابه اوتوماتيك هو بيكريت بيج تانية. طب انا ممكن اكريت بيج تانية من غير ما اكون كاتبه حاجه خالص؟ ممكن تعمل بيج جديده. ازاي؟ هضغط على كنترول مع الانتر من الكيبورد، هضغط على زرار الكنترول ومش هشيل ايدي، بعد كده هضغط على الانتر. انا كده بقى عندي كام بيج؟ بقى عندي 2 بيج. ازاي اعرف عندي كام بيج؟ بنعرف ازاي عندنا كام بيج من الناحيه اللي على ايدنا الشمال تحت خالص، الستاتيوس بار دي بيبقى مكتوب فيها انت دلوقتي واقف في بيج 1 اوف 2، يعني انت دلوقتي واقف في البيج رقم 1 والدوكيمنت كله كام؟ دوكيمنت 2. طبعا كل ما هضغط كنترول انتر كل ما ده ما بيزيد لي صفحات او بيزود صفحات، زي ما انتم شايفين دلوقتي اهو ظهر لي انا دلوقتي واقفه في بيج 1 اوف 9، يعني انا في صفحه رقم 1
والفايل كله كام صفحة؟ 9 صفحات. طيب هنبدأ بقى نتعامل مع الصفحة الرئيسية أو الانترفيس الخاصة ببرنامج الوورد. الصفحة الرئيسية ببرنامج الوورد أو الانترفيس بتاعتها بتبتدي تتقسم لمجموعة من البارز أو الأشرطة بشكل عرضي كده أو هوريزونتالي. أول واحد فوق خالص الأزرق ده مهم جدا. ليه؟ أول حاجة بيظهر فيه اسم الدوكيمنت، فهنلاقي الدوكيمنت يعني المسند ده اسمه دوكيمنت 4، يبقى الملف اللي أنا واقفة فيه ده اسمه دوكيمنت 4. طب البرنامج اللي أنا فاتحاه دلوقتي اسمه إيه؟ اسمه وورد. يبقى بيظهر لي فوق حاجتين، الفايل نيم والبروجرام نيم أو الأبلكيشن نيم اللي أنا شغال عليه. كمان بيظهر لي هنا برضو اليوزر اللي عامل ساين إن، وهنا بيظهر لي النيوز او الابكامينج فيتشر الخاصه ببرنامج الوورد. لو انا ضغطت عليها بيفتح لي مجموعه من الهنت او الكلو كده او المعلومات صغيره عن الفيتشر الجديده اللي مايكروسوفت هتنزلها، بتظهر في الجزئيه دي عشان بيخليك تعرف تجربها وتعرف ايه هي الفيتشر الجديده دي. وبتلاقي طبعا فيديو بيشرح الفيتشر الجديده دي، هلاقي هنا مثلا كاتب لك كامينج سون، وهنا بيبتدي يقول ايه هي الفيتشر الجديده اللي هتكون متاحه. بلاقي برضو على الناحية اللي جنبها بعد الابكامينج بلاقي العلامة دي، ودي خاصة بالريبون ديسبلاي اوبشن، وهنعرف عن ايه الريبون دلوقتي. بعد كده بلاقي طبعا المينيمايز وريستور والكلوز. كلوز دي بتقفل لي الابليكيشن كله، كلوز بتقفل لي الابليكيشن كله. لكن لو انا ضغطت على فايل وكلوز دي هتقفل الملف اللي انا فاتحه بس. تعالوا كده طيب نشوف الفرق. اول حاجة انا هعمل فايل وكلوز الكلمة اللي هنا، فايل وكلوز. ايه اللي حصل؟ بيقول لي عايزة تسيف الملف ده، هقول له مثلا لا دونت سيف. ايه اللي حصل؟ الابليكيشن هنا اسمه ظاهر وورد، يعني برنامج الوورد شغال، لكن ايه اللي اتقفل؟ الدوكيمنت الملف نفسه اللي انا فتحاه هو اتقفل، لكن الابليكيشن شغال. طيب تعالى كده نفتح تاني، ادي ملف انا كده فاتحة فايل، اسم الدوكيمنت ده ايه او المستند ده ايه؟ اسمه فايف، صح كده؟ طيب لو انا ضغطت على كلوز بقى الحمراء دي، العلامه الحمراء، ضغطت عليها كده، ايه اللي حصل؟ برنامج الوورد كله اتقفل، اتعمل له شوت داون. يبقى في عندنا تو كلوز، اول واحده العلامه الحمراء اللي بتبقى فوق دي، ودي بتعمل كلوز للابلكيشن، واياك تستخدمها في الامتحان. في الامتحان عمره ما هيطلب منك انك تعمل كلوز للابلكيشن. تاني حاجه بيبقى عندي كلوز اللي جوه التاب اللي اسمه فايل، لما بضغط عليه بتظهر هنا كلمة كلوز، لكن كلوز دي بتعمل لي كلوز للدوكيمنت اللي أنا شغال عليه. بعد كده بلاقي التابس اللي فوق دي، زي ما انتم شايفين كل ما بضغط على تاب فيهم ايه اللي بيحصل؟ التولز اللي هنا او الكومنز اللي هنا بتتغير. يبقى انت مجموعة الاوامر اللي بتشتغل بيها او مجموعة الادوات اللي بتشتغل بيها جوه الدوكيمنت متقسمة لمجموعة من التابات، كل تاب من ده بيكون ليه وظيفه بيعبر عليها اسم. فانا مثلا في الهوم اللي هي التاب الاساسي او التاب الرئيسي بلاقي فيه التولز اللي بتخليك تتحكم في تنسيق النص، الكلام اللي انت كاتبه بتقدر تتحكم فيه عن طريق تاب الهوم. تاب الانسرت بيخليك تعمل ادراج، يعني تعمل ايه؟ ادراج داخل الصفحه. يعني ايه ادراج؟ ادراج يعني مثلا تقدر تعمل ادراج لجدول، ادراج لصوره، ادراج لايكون، ادراج ل3 دي موديل، ادراج لشورت اللي هو الرسم البياني، ادراج لسمارت ارت، وهكذا. الدرو بيخليك تقدر تاخد قلم من ده وترسم بشكل حر داخل الصفحه. بعد كده الديزاين ده خاص بالشكل العام او ديزايننج العام للصفحه، فبلاقي فيه مثلا الستايل او الفورماتنج الخاص بالدوكيمنت، ايه الكالر اللي في الدوكيمنت، البيج بوردر، البيج كالر، وهكذا. كل تاب من ده بيبقى فيه مجموعه من الاوامر اللي بستخدمها عشان اقدر اعمل تنسيقات خاصه بالدوكيمنت او الملف ده. طبعا احنا دلوقتي بنمر عليهم كده مرور الكرام، لكن احنا باذن الله في كل محاضره هنبتدي ناخد كل تاب ومجموعه من التولز اللي موجوده فيه وازاي نستخدمها. فما تستعجلوش، هو مع الاستخدام هتلاقي الموضوع سهل جدا باذن الله. طيب هنبدا بقى دلوقتي. انا دلوقتي زي ما انتم شايفين مجرد ما بفتح الفايل بتظهر لي زي ما قلنا التابس دي وتحتيها التولز دي. طيب التولز دي الجزء المستطيل ده هل ليه اسم؟ انا هاخده لكم برضو.
انا هبتدي هنا الجزء المستطيل الرمادي ده اللي انا بتحرك فيه، ده اسمه الريبن. اسمه الريبن، الريبن ده هو عبارة عن شريط بتظهر فيه الادوات. زي ما انتم شايفين هو سمكه كده بيكون عريض، لو هو مضايقني في الكتابة ممكن اضغط على الكولابسنج مارك دي اللي هي السهم الفوق، اما بضغط عليه شوف ايه اللي هيحصل للريبن. كولابسنج يعني ايه؟ كولابسنج يعني ابتدى يتضغط ويختفي عشان يوفر لي مساحة للرؤية. زي ما انتم شايفين كده الدوكيمنت بقى قدامي واخد مساحة اكبر، شايفاه اكتر. طيب انا عايزة الريبن ده يظهر تاني عشان اعرف استخدمه، فهضغط على اي منيو، مجرد ما بضغط عليه بيظهر لي تاني التولز والريبن، ومجرد ما برجع اضغط تاني في الصفحة بيختفي اوتوماتيكلي وهكذا. طب انا لو عايزاه لا يرجع تاني ثابت، انا عايزاه ثابت وظاهر طول الوقت، فبضغط على علامة البن دي عشان تعمل بن للريبن ده ويفضل ظاهر قصادي كده. يبقى اول حاجة فوق خالص ده كان التايتل بار، التايتل بار بيظهر لي فيه التايتل او اسم الفايل نيم او الدوكيمنت نيم، وجنبه اسم الابليكيشن اللي انا شغال عليه. بعد كده بلاقي تحت المينيو او التابس، وكل تاب من دولت ليه مجموعة من التولز بتظهر جوه الريبن، والريبن بقدر اعمل له كولابسنج او اعمل له بن عشان يفضل ظاهر قدامي. بعد الريبن على طول بلاقي هنا دي الرولر اللي هي المسطرة، المسطرة ولو مش ظاهرة عند حد فيكو هيضغط على كلمة فيو وهيلاقي هي كلمة رولر. لو انا شلت التشيك زي ما انتم شايفين الرولر اللي هنا اختفت، لو انا حطيت تشيك تاني عليها بتظهر تاني. وعندي تو رولر، واحدة بتبقى فوق والتانية بتبقى في الناحية الشمال. اللي بتبقى فوق دي بتتحكم زي ما انتم شايفين في الهوريزونتلي والمارجن اللي موجودة في الصفحة اللي هي الرايت والليفت. يعني الجزء الرمادي ده بيقول لك ان الجزء الرمادي ده هيبقى هامش في الناحية الشمال، والجزء الرمادي اللي من هنا ده هيبقى هامش في الناحية اليمين، والجزء الأبيض هو اللي بيتم الكتابة فيه. أما الرولر اللي موجودة ناحية الشمال فهي بتتحكم في المارجنز اللي فوق، اللي توب موجودة توب وموجودة تحت في البوتوم في الأسفل. هل أنا ممكن أغير المساحة بتاعة الهوامش دي؟ اه، وهناخد برضو ازاي نغيرها وبأرقام محددة أو بمقاسات محددة. طيب أول ما نبدأ نشتغل في برنامج الوورد يهمني أوي في السيرتي بورد بتتأكد إن اللغة اللي ظاهرة هنا على التاسك بار اللي تحت كده مكتوب إيه؟ مكتوب إنجليش. يعني أنت دلوقتي بتكتب باللغة الإيه؟ الإنجليزية. إنجليش، يبقى أنت بتكتب باللغة الإنجليزية، مهمة جدا. وكمان هتلاقي برضو ببرنامج الوورد في الستيتس بار هنا بيقول لك اللانجوج، أنت بتكتب دلوقتي باللغة الإنجليزية. طيب انا لو عايزه اكتب عربي، وطبعا ده مش هيحصل في الامتحان لان الامتحان كله هيكون باللغه الانجليزيه باذن الله، فهعمل alt shift. يبقى alt shift بيحول لي لغه الكتابه من اليمين للشمال، من اللغه الانجليزيه للغه العربيه وهكذا. اللي انتوا شايفينه عمال يفتح ويقفل ده، اللي احنا عاملين نشوفه ده بيقفل وبيفتح، ده هو اسمه البوينتر او مؤشر الكتابة. المكان اللي بيبقى واقف فيه هو اللي بنبدأ فيه الكتابة. تمام؟ طيب هنبدأ كده، نبدأ نكتب تكست ونبتدي نطبق عليه مجموعة من الأوامر او الفورماتنج او التنسيقات. هبدأ مثلا اكتب ادي سيرتي بورد انتر وورد 2016 2019. زي ما انتم شايفين كده انا هعمل زومينج، زي ما انتم شايفين هنا الزوم بقدر ازود، وفي برضو من الفيو هنلاقي فيه برضو زوم ممكن ازود بنسب معينة، هناخدها تاني برضو تفصيلة. دلوقتي انا الكتابه اللي كتبتها كتبت سيرتي بورد وكتبت وورد 2016 و2019. باي ديفولت هنلاقي ان انا كل ما ببدا سطر جديد او سنتنس جديده باي ديفولت بلاقي البرنامج الوورد بيعمل لي الاول لتر كابيتال لتر. طيب انا لو عايز اعمل كابيتال لتر يعني عايز اكتب حرف كابيتال من الكيبورد بعمله ازاي؟ في حلين، لو انت هتعمل حرف واحد بس كابيتال فبتضغط على شيفت وانت بتكتب الكلمه، يعني مثلا انا عايز اكتب مروه معاذ، حرف الام في مروه هيكون كابيتال، فهضغط على الشيفت ومش هشيل ايدي من عليه، بعد كده اضغط حرف الام
واشيل ايدي من على الشيفت. بعد كده ابتدي اكتب باقي الاسم، مسافة، المسافة بتتعمل بالمسطرة. بعد كده هكتب معايز، يبقى شيفت تاني، وهضغط على حرف الام عشان يتكتب كابيتال. بعد كده بشيل ايدي من على الشيفت واكتب معايز. طيب انا لو عايز اكتب معادلات كيميائية، طبعا المعادلات الكيميائية بتبقى معظم الحروف بتاعتها كابيتال لتر، هفضل بقى ضاغط على الشيفت وانا بكتب على الكيبورد؟ لا، الموضوع بيبقى صعب او بطيء. يعني ايه الحل؟ الحل ان انت بيبقى عندك تاب على الكيبورد بتاعت الكمبيوتر مكتوب عليها كابس لوك. كابس لوك لما بضغط عليها لو هي فيها لمبة هتلاقي اللمبة بتاعتها نورت. ومن هنا كل ما بص وكل ما بكتب اي حرف انا كده مش ضاغطة شيفت، هو طول ما الكابس لوك دي النور بتاعها منور معناها ان انت بتكتب كابيتال لتر، فمش هيكتب لك بقى اول لتر بس، ده هو هيخلي كل الليترز او الحروف اللي انت بتكتبها بتظهر كابيتال طالما الكابس لوك شغال. هي الكابس لوك وزرار الشيفت دول مهمين؟ اه مهمين، لان انت في الامتحان بيطلب منك في الوورد اللي انت تكتب جملة، ولازم الجملة دي بتكتبها تيبيكالي زي ما هي مكتوبة، يعني الكابيتال لتر يبقى كابيتال لتر، السمول لتر يبقى سمول لتر. فلازم اكون عارف ازاي اقدر اعمل كابيتال لتر سواء بزرار الشيفت او استخدم الكابس لوك. طب هل انا ممكن، احنا هنا استخدمنا زرار الشيفت، تعال نكتب كده، انا هنا استخدمت زرار الشيفت وضغطت معاه اللتر نفسه عشان يطلع ايه كابيتال. طب هل انا ممكن استخدم الكابس لوك عشان اكتب لتر واحد؟ اه، هتفتح اول حاجه، انا كده عملت كليك على الكابس لوك نورت، فالحرف اللي هكتبه هيظهر كابيتال. بعد كده اطفي الكابس لوك واكتب باقي الكلام سمول. يبقى انا ممكن استخدم الكابس لوك برضو عشان اكتب حرف واحد كابيتال وبطفيه عشان يكتب لي باقي الحروف سمول. دي كده طريقة تانية عشان اعمل الكابيتال لتر والسمول لتر. يبقى كابيتال لتر وسمول لترز بتحكم ازاي في الكابيتال لتر؟ بضغط على الشيفت وبضغط على الحرف نفسه فبيتكتب كابيتال، او ان انا ممكن استخدم الكابس لوك بضغط عليه مرة ينور ومش بضطر افضل ضغط على حاجة وبكتب على طول، فالكتابة كلها بتطلع كابيتال لتر. طيب ايه بقى التولز اللي احنا ممكن نستخدمها؟ طبعا انا دلوقتي كتبت مجموعه من السطور او اللاينز اللي جوه الدوكيمنت اللي هو اسمه دوكيمنت 1، عايزه ابتدي انسقه. يعني ايه انسقه او اعمله فورماتنج؟ فورماتنج معناها ان انا بتحكم في الخط نفسه، ببتدي اغير اللون، اغير نمط الكتابه، احط له افكتس معينه، اخليه بولد يعني سميك، اخليه مايل يعني ايتاليك، احط له اندرلاين خط تحتي وهكذا. الحاجات دي كلها اسمها فورماتنج، اسمها فورماتنج يعني تنسيق. التنسيقات اللي بنشتغل على الخطوط زي ما قلنا بنستخدم فيها التاب اللي اسمه هوم. التاب اللي اسمه هوم ده هنبتدي في اول مجموعه فيه اللي هي اسمها فونت. بنلاقي التولز يا جماعه في اي ريبون بيبقى متقسم لجروبس او مجموعات، كل جروب بلاقي تحتيه الاسم بتاعه. يعني الجروب ده المثلث ده اسمه فونت، المثلث المستطيل اللي بعده اسفل، المستطيل اللي بعده اسم باراجراف، اللي بعده الستايلز، اللي بعده ده الايديتنج. فهي مجموعه التولز متقسمه لجروبس، كل جروب بيكون ليه اسم معين. فهنبدا كده عشان ابتدي انسق الفونت ده. هلاقي هنا في حاجة اسمها أول حاجة بتقابلني هي الفونت اللي هي نوع الخط، أما بضغط عليه بتظهر لي تشكيلة كبيرة من أشكال الكتابة في الخطوط. زي ما انتوا لاحظين أنا هنا غيرت المفروض طريقة الكتابة. هي ليه مش بتتغير؟ لأن ببساطة انت ما عملتلهاش سيلكت، ما عملتش سيلكت. يعني ايه سيلكت؟ سيلكت معناه تحديد، انت لازم تحدد للأبليكيشن انت انهي جزء في النص بالظبط اللي عايز يتم عليه الفورماتنج او التعديل ده. لو انت عايز تعمل تنسيق على كلمه بتضغط عليها دبل كليك، يعني مثلا معايز عايز اعمل عليها تعديل فهضغط دبل كليك، ايه اللي حصل؟ حدد لي الكلمه كلها. طب يعني ايه بقى دبل كليك؟ دبل كليك معناها ضغطتين بالماوس وما يكونش ما بينهم مسافة طويلة. انت لو ضغطت وقفت شوية وضغطت تاني هتبقى مش دبل كليك، هتبقى كليك واحدة. يبقى بقف على الكلمة، لو انا عايزة اعدل في كلمة بضغط عليها دبل كليك. طيب انا عايزة احدد اكتر من كلمة فبضغط على اول النص ومش بشيل ايدي من على الماوس، بضغط بالشمال
وبعمل دراجنج. يعني ايه دراجنج؟ يعني بسحب لحد ما اوصل للجزء اللي انا عايزه اعمل له سيلكت. طيب لو انا عايز احدد سطر كامل، لازم بقى اقف واروح للاخر عشان احدد؟ لا، انت ممكن بكل بساطه تقف في الناحيه الشمال على ايدك الشمال. شايفين الماوس بقى شكله عامل ازاي؟ الماوس بقى شكله بوينتر كده، شكله ماوس عادي زي الكيبورد، لكن هنا في نص الكلام بيبقى شكله خط كده عامل زي حرف الاي. بقف كده على ناحية ايدي الشمال وبضغط كليكة واحدة بلاقيه حدد لي اللاين كله. لو انا وقفت ناحية الشمال كليكة واحدة هيحدد لي السطر كله. ده ضروري جدا. ليه؟ لان انت في الامتحان ممكن يطلب منك انك تعمل تعديل على سطر كامل، فانت بدل ما تاخد وقت ان انت تضغط وتقعد تسحب، وده هياخد وقته زي ما قلنا السيرتي بورت بين تارجت هاي سكور واقل وقت، فهياخد منك وقت. فانت بكليكة واحدة قدرت تحدد او تعمل سيلكت على السطر ككل. بعد ما عملت سيلكت كده على السطر ككل، دي كده طريقة عشان احدد اللاين. طيب هل في طريقة ان انا اقوم بعملية تحديد لجملة كاملة؟ او طبعا في طريقة لتحديد الكلمة في الكلمة كلها. ايه هي بقى الطريقة دي؟ اللي انت بتضغط، لو انت عايز باراجراف معين بتضغط على الباراجراف ده 3 كليكس. يعني ايه 3 كليكس؟ يعني 3 كليكات ورا بعض. بتضغط 3 كليكات ورا بعض، تضغط 3 كليكات ورا بعض. او كان نفتح اي ملف وورد. هنفتح دلوقتي ملف وورد عشان نبدأ نشتغل فيه. هضغط على فايل نيو وورد تمبلت. انا دلوقتي قدام الفايل ده، لو انا عايزه اختار كلمه مثلا سنسوري فهضغط دبل كليك، انا كده حددت الكلمه. لو انا عايزه احدد لاين كامل فبقف هنا في الجنب وبضغط كليكه واحده، طبعا ده عشان تيبل فهو بيتحدد كله. لو انا عايزه احدد لاين واحد زي ما احنا قلنا قبل كده هنا، لو انا عايزه احدد لاين واحد فبقف في الناحيه الشمال بعيد في المارجن خالص وبضغط كليكه واحده، ده بيحدد لي اللاين كله سطر كامل. لو انا عايزه احدد باراجراف فبقف في الباراجراف ده نفسه وبضغط 3 كليكس. 3 كليكس دي معناها بتختار لي الباراجراف كله على بعض، يعني الباراجراف اللي هو القطعه بيبقى فيه مجموعه من اللاينز اكتر من لاين واحد بقدر اعمل له سيلكت. نعمل كوبي. تمام، يبقى الباراجراف الكلمة دبل كليك أكتر من كلمة، ممكن بضغط على الأول الكلمة وبسحب دراجينج لحد ما أقف على النهاية. لو لاين يبقى بقف في الناحية الشمال وبضغط كليكة واحدة. لو باراجراف معين بقف في الباراجراف ده وبضغط 3 كليكس. تمام. طيب انا هشتغل الاول على كلمه سيرتي بورد. سيرتي بورد زي ما انتم شايفين دلوقتي عملت لها سيلكت، يعني عملت لها تحديد. هبتدي افتح الفونت وهبتدي اختار طريقه في الكتابه، يعني فونت تايب. بلاقي هنا ليست كبيره موجوده باسماء، بيظهر فيها اسماء الخطوط. في الامتحان بكل بساطه ممكن يقول لك طبق لي التكست ليه اسم معين. يعني مثلا انا عايز تكست، عايزك تطبق على السيرتي بورد
خط اسمه تايمز نيو رومان. فانا بفتح السهم، المفروض ان الفونتس هنا مترتبه الفابيتك، يعني هلاقي الفونت اللي اسمه بيبدا بحرف الايه هلاقيه في الاول، وحرف البي بعديه، وهكذا مرتبه بالحروف. فانا الفونت اللي انا عايزه اطبقه اسمه ايه؟ اسمه تايمز نيو رومان، تايمز بحرف التي. فانا لازم هعمل سكرول داون وابتدي ادور على كلمه تايمز، هبتدي ادور على كلمه تايمز لحد ما الاقيها. ادي تايمز نيو رومان، اسم الخط ده تايمز نيو رومان. طب في الامتحان بقى انا هقعد ادور كده؟ لا، في طريقه سهله قوي، ان انت بعد ما بتعمل سيلكت بتفتح الارو ده، السهم ده، وتبدا هنا بالكيبورد تكتب انت عايز الخط اسمه ايه. هو بيبقى كاتب لك اسمه تايمز نيو رومان، يبقى هكتب هنا تايمز نيو زي ما انتم شايفين. هو خلاص بدا يقول لي انت عايزه تايمز نيو رومان، اهو هو واقف عليه، فهقول له انا عايزه تايمز نيو رومان، حددته، فهو اختار تايمز نيو رومان. لو انا عايزه احدد خط تاني برضو بشوف اسمه ايه، مثلا ده ماتيورا ام 7، ماتيورا، اهو هو وقف عليه اوتوماتيكلي، بقى لونه جراي. انا بكتب هنا في الجزء اللي فوق، هو وقف لي عليه. بعد ما بيقف عليه بضغط انتر، ادي تحول الفونت للطريقه اللي اسمها ماتيورا ام تي. يبقى اول حاجه كده انا حددت الفونت نفسه وعدلته. تاني حاجه، هل اقدر اتحكم في السايز؟ في البوينت دي لما بضغط عليها، دي الفونت سايز، بلاقي هنا مجموعه من الارقام، كل رقم من دول بيمثل السايز او الحجم. ومجرد ما بقف عليه بالماوس من غير ما بختار، زي ما انتم شايفين الكلمه بيبتدي يتعمل لها بريفيو، بيظهر لك هو حجمها ايه. لكن مجرد ما ببعد الماوس انت كده ما طبقتوش. طب امتى اطبق الحجم ده؟ لو انا عايزاه يكون 24 او 26 مثلا، هقف عند 26 وهضغط كليكه واحده. ايه اللي حصل؟ السايز بتاع الكلمه اتغير على حسب السايز اللي انا كنت واقفه عليه. يبقى دي كده اول حاجه خدناها، ازاي نعدل في الفونت، سواء اللي انا بفتح وبعمل سكرولينج داون لحد ما الاقي الخط اللي انا عايزه اطبقه. تاني حاجه قلت ان انا ممكن اكتب هنا دايركت اسم الخط اللي انا عايزه اطبقه، لو هو كاتب لي الاسم ايه بالظبط بكتبه هنا وبضغط انتر من الكيبورد فبيتطبق على الكلمه. تاني حاجه خدت ازاي اتحكم في الفونت سايز، عن طريق ان انا بفتح الارو ده وبختار الرقم. طيب هو مثلا لو قال لي انا عايز الحجم يكون 50، لو انا جيت بصيت هنا ما بلاقيش 50، طب انا هعمل ايه في الحاله دي؟ في الحاله دي بكل بساطه هتكتبها، هتكتب هنا 50، انتر. طيب في الامتحان لو قال لي انا عايز الخط مثلا يكون 72 اني الاسرع، افتح الارو واختار 72 ولا اكتب 72؟ لو انت في الامتحان الاسهل لك طبعا مجرد ما بتقف في المستطيل كليكه واحده وتكتب 72 انتر، يبقى انت كده طبقت حجم خط كام؟ 72. يبقى انا ممكن اختار من الفونت اقعد ابص بعيني وادور على اسم الخط، بس الاسرع اللي انا اكتبه، فانا بختار ان انا اكتبه افضل. نفس الكلام في السايز، سهل ان يعني موضوع سهل جدا ان انا ادور على الرقم واختاره، لكن الاسرع اللي انا اكتبه، فانا بكتبه اسرع. بعد كده بلاقي هنا في 3 تابس، هنا ثلاث زراير دولت. اول واحد اسمه بولد، اما بضغط عليه ايه اللي حصل للكلمه؟ الكلمه حجمها ما زادش، لكن السمك بتاعها زاد. البولد بيخلي الكلمه كده سميكه، بيعمل لها انفيسز. يعني ايه انفيسز؟ يعني بيعمل لها كده بروز، بيبرزها، بياكد عليها. تعالوا كده طيب نجرب كده في كلمه تانيه في النص، ادي لو ضغطت بيه اهي ايه اللي حصل لها؟ السايز بتاعها ما زادش، لكن هو عمل لها بولدنج. يعني ايه بولدنج؟ يعني عمل لها انفيسز او اظهرها عن باقي اللي حواليها، ان هو غير السمك بتاعها. طيب ايه هو الايتاليك؟ حرف الاي. الايتاليك ده بيعمل ايتالايزنج، يعني بيميل الكلمه، بنلاقي الكلمه ليها ميل، هشيله دلوقتي. شايفين الكلمه بقت تحس ان كل لتر من ده بيبقى 90 درجه، 90 درجة على السطر، يعني هو في زاوية 90، 90 ديجري كده على اللاين ده. اما بضغط ايطاليك بياخد، ايطاليك بياخد ميل شوية، الليتر هو واخد ميل شوية. تالت حاجة في الاندرلاين، اما بضغط عليه بيعمل لي خط تحت الكلمة، وباي ديفولت هو بيحط خط واحد، يعني الاعدادات التلقائية بتاعته ان هو يحط خط واحد تحت الكلمة.
لكن جنب كلمة underline لما بفتح هنا الارو ده بلاقي فيه مجموعة اشكال تانية من الخطوط زي ما انتوا شايفين، برضو بيظهر لي مجرد ما بقف بالماوس من غير ما كليك، بقف بهوفر. يعني ايه هوفر؟ يعني بتحرك بالماوس، بيظهر لي اشكال متعددة وبيعمل لها هنا بريفيو على الكلمة. لكن انا لو شلت ايدي هلاقي الكلمة ما تطبقش عليها اي حاجة من اللي انا اخترتها. بقدر اختار الشكل اللي انا عايزه واحدده. طيب هو في الامتحان ممكن يقول لي يخلي فيه اندرلاين تحت الكلمة؟ اه، ممكن يقول لك اد اندرلاين اندر ذا وورد، يعني انت هتحط اندرلاين تحت الكلمة دي. فسهلة، اول حاجة هعمل ايه؟ هتروح تقف عند الكلمة نفسها، لو كلمة واحدة هتضغط دبل كليك، لو جملة 3 كليكس 3 كليكات، لو هو جزء من سطر فبضغط وبسحب عشان اختار في السطر ده زي كده مثلا، اما اذا كان باراجراف فبضغط 3 كليكس عشان اختار عليه احدد الباراجراف كله. طيب بعد ما بحدد الكلمة او السطر او ايا كان اللي هو عايزه، لو قال لك اندرلاين بس وسكت فانت هتضغط هنا على الاندرلاين وخلاص، انت كده عملت اندرلاين. طب لو قال لي انا عايز الاندرلاين ده داشد، يعني ايه داشد؟ يعني مجموعة من الخطوط. يعني ايه اندرلاين مجموعة من الخطوط؟ زي ما قلت لكم لما بفتح السهم هنا بيظهر لي مجموعة من الخيارات. لو انا وقفت على اول واحد بيقول لي ده اندرلاين، طيب ده لا ده دبل اندرلاين، طيب اللي بعديه اللي بعديه اللي هو الثالث او الرابع او الخامس، بلاقي كل واحد من دول بيظهر الاسم عليه، يعني ده اسمه دوت 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 داش، يعني نقطة نقطة خط. ده هنلاقيه دوت داش، يعني نقطة واحدة وخط واحد. اللي بعديه ده نقطة نقطتين وخط. اللي بعديه ده بنقول عليه الويفي او الموجة. فهو لو قال لك انا عايز دبل اندرلاين فانت بتفتح السهم ده وبلاقي واقف على الشكل الخط بيظهر لي اهو اسم دبل اندرلاين. لو هو عايزه داش مجرد ما بقف هنا على الداش ده بيظهر لي اسمه وبضغط عليه فبيطبق على الكلمة اهو زي ما انتوا شايفين. يبقى انا الاندرلاين يا جماعة فيها حاجتين، لا اما يقول لي اندرلاين ويسكت فانا هضغط على التاب ده بس، او ان هو يقول لي انا عايز نوع معين من الخط ففي الحالة دي بضغط على السهم وابتدي اختار. طب في ايه كمان في الاندرلاين؟ في كمان في الاندرلاين انت مش بس بتختار الشكل، انت كمان ممكن تضغط على مور اندرلاينز. ما بتضغط عليها تظهر لك المينيو دي، الويندو دي. الويندو دي لو انا جيت بصيت هنا بلاقي فيه ستايلز اكتر من اللي كانت موجودة. ممكن اختار برضو اي شكل منهم انا عايز اطبقه وبقول له اوكي. كمان ممكن تختار الاندرلاين كولر، يعني هو ممكن يقول لك put underline under the word مروة with red color. فين مروة؟ ادي مروة. عايز ايه؟ عايز underline، ادي الunderline. لا انا عايز الكولر بتاعه ريد، فهفتح السهم هلاقي في حاجة اسمها underline color، هلاقي هنا الالوان متقسمة. وزي ما انتم شايفين كل برضو اما بحط الماوس على color بيظهر لي تحت الماوس الاسم بتاعه، هو عايز لونه ايه؟ عايز ريد. فهضغط على ريد هلاقي ايه اللي حصل هنا للاندرلاين، الاندرلاين هنا بقى لونه ريد، يعني بقى لونه احمر. نقطة مهمة جدا لما بنيجي نستخدم الكالرز يا ولاد، بنخلي بالنا ان انا لما بقف على الكالر احيانا، يعني مثلا الكالر ده اسمه جولد، بس الجولد اسمه اكسنت 4، يعني الدرجة بتاعته 4، الاكسنت بتاعته 4. لو انا بصيت على البلاتة الالوان اللي تحتيه اللي هو الشريط ده، كل ده اسمه جولد، بس الجولد بتاعه بقى درجات الوان تانية، يعني بلاقي ده جولد الاكسنت برضو 4، لكن الداركن او الاظلام بتاعه او الغمقان بتاعه كام؟ 50%. لو انا طلعت على اللي فوقيه هلاقي لا الداركن بتاعه 25%، اللي فوقه هلاقي النسبة بقت 40% لايتر وهكذا. فنخلي بالنا ان احيانا في الامتحان يقول لك ابلاي مش جولد كولر بس او بلو كولر بس، الاقيه لا بيقول لي بلو اكسنت 1 مثلا لايتر 40 او لايتر 60. يبقى انا بخلي بالي وانا بتعامل مع الالوان ان مش اي حاجه اقول اه ده من وجهه نظري ان هو بلو، اتاكد ان ده بلو اللي هو عايزه الدرجه اللي هو عايزها. تمام. وبلاقي هنا خلي بالك الالوان اللي تحت دي
بتبقى اسم بس. يعني ايه؟ يعني بلاقي ده مكتوب عليه بلو بس، اما اذا اخترت من البلاتات اللي هنا فبلاقي هنا مكتوب بلو اكسنت 1. انا اختار انهي؟ اختار على حسب اللي موجود في الامتحان. تمام كده؟ طيب تعالوا كده تاني. طب انا عندي دلوقتي كلمة مروة معمول لها بولد، معمول لها ايتاليك، معمول لها اندرلاين. طيب انا مش عايزها بولد، عايزه اشيل البولد، يبقى هضغط كمان مرة على البولد. طب انا مش عايزاها ايتاليك، عايزه اشيل الايتاليك، هضغط كمان مرة على الايتاليك. طيب عايزه اشيل الاندرلاين، هضغط كمان مرة على الاندرلاين. يبقى الثري تابس دولت اما بضغط عليهم اول مره بيتطبقوا بيابلاي، لما بضغط عليهم كمان مره بيتشيلوا. بعد كده في التاب اللي اسمه اي بي، واي بي ده بيعمل ستريك ثرو، يعني بيعمل خط بس ثرو الكلمه نفسها. تعالوا كده نشوف ايه الفرق ما بينها وبين الاندرلاين. لو انا ضغطت عليها ايه اللي حصل؟ بيعمل لي خط كده على الكلمه اكنها مشطوبه، بيعمل الكلمة أكنها مشطوبة. والطريقة دي بيبقى ليها استخدامات، لأن مثلا أنا دلوقتي عايزة أكتب حاجة زي مثلا لما بتلاقي ليبل مكتوب كده في المحلات أو في الماركت إن في سيل على الـ على البرودكت ده، يعني في خصم عليه، فبتلاقيه بيكتبه إزاي؟ فهتلاقيه مثلا كاتب لك كده إن هو مثلا كان بـ1000 جنيه ودلوقتي بقى ب950 مثلا، او بقى ب950 جنيه، فبيجي على الالف دي ويعمل عليها ستريك ثرو عشان يبين لك ان ده كان الاول كده وتحول لي الرقم ده. فستريك ثرو برضو بيتم استخدامها. طيب انا لو في برنامج الوورد وعايزه اكتب معادله كيميائيه H2O، ادي H من الكيبورد، هنشيل طبعا الستريك ثرو H2O او، صح كده؟ هي كده ده الميه، جزيء الميه. بس المفروض التو نمبر ده يبقى تحت، يبقى تنزل لتحت شويه. في الحاله دي بلاقي عندنا هنا تو اوبشن، اول واحد اسمه سبسكريبت. سبسكريبت ده بيخلي السمول لتر وبلو ذا لاين، يعني تحت النص، تحت الخط بتاع النص. بصوا كده اما هضغط عليه، خلونا الاول نكبر الاتش 2 او، اهيت شايفين نمبر 2 مكتوبه زي ومكتوبه في وسط الكلام على نفس اللاين اللي مكتوب فيه الكلام. لو انا عملت لها سيلكت، وسيلكت ازاي لتر واحد؟ بضغط وبسحب عشان احدد اللتر ده. في طريقه تانية اللي انا بضغط بالشيفت مع السهم اللي في الكيبورد بيحدد لي لتر واحد، فهضغط سبسكريبت. زي ما انتم شايفين ايه اللي حصل، خلى الكلمه اللي هي 2 اللتر ده خليه سمول وخليه بلو ذا لاين، يعني تحت الخط بتاع الكتابه. طيب في الناحيه الثانيه لو انا عايزه اكتب 3 باي 2 يعني قص 2، يبقى انا في الحاله دي عايزه الاثنين دي ما تبقاش بقى تحت، تبقى فوق، صح؟ ففي الحاله دي عندنا الاوبشن الثاني اسمه سوبر سكريبت. يعني ايه سوبر سكريبت؟ بيخلي الكلمه برضو حجمها صغير لكن بتبقى above the text. لو انا ضغطت مره اهو ايه اللي حصل؟ خلى الكلمه فوق لاين الكتابه. يبقى انا عندي يا جماعه ادي الفونت، بعدين السايز، بولد، ايتاليك، اندرلاين، ستريك ثرو، وفي سب سكريبت، وفي سوبر سكريبت. عشان ما تتلخبطوش ما بينهم، سب سكريبت وادي السوبر سكريبت، عشان ما تتلخبطوش ما بينهم، كلمه سب يعني أسفل، هي كلمة صب بنحطها تحت حاجة بتبقى معناها أسفل أو متفرع من، أما كلمة سوبر بتبقى أعلى. فدايما يعني ما نتلخبطش إن الصب هتخلي الليتر صب لتحت، أما السوبر بيخلي الكلمة لأعلى أو في الأعلى. تمام كده. في عندنا إيه كمان ممكن نطبقه على التكس في برنامج الوورد؟ بلاقي عندي هنا حرف الايه بيقول لي ان انا بعمل هنا انكريز للفونت سايز لما بضغط عليه مره. بصوا هنا الاول مروه معاذ فهمي، هنا الفونت سايز كان كام؟ كان 11. بصوا لما هضغط هنا بقى كام؟ بقى 12. فحرف الايه لتر الكبير ده بينكريز الفونت سايز باي 1 بت، يعني بيزود الحجم نقطه واحده، كل ما بضغط عليه بيزود نقطه واحده.
اما الحجم السمول ده الاصغر منه ده بيعمل ديكريز، يعني بيقلل الحجم. وده بينفعنا في ايه؟ ده بينفعك انت اثناء الكتابة بفرض ان انت عايز تكبر الحجم او تصغره شوية، بس انت مش عارف رقم كام بالظبط. ففي الحالة دي بتعمل ايه؟ بتستخدم الاتنين دولت، ان انت تعمل انلارجينج او تكبر الخط او تصغر الخط لحد ما تلاقيه مناسب ليك. بعد كده بلاقي علامة تشينج كيس، تشينج كيس، وتشينج كيس دي بيخلي التنسيق بتاع الجمل بيتعمل بشكل اوتوماتيك. يعني ايه؟ لو انت عايز سنتنس كيس، بص كده معايا على الكلمة نفسها، سنتنس كيس، فين الحروف اللي كابيتال؟ اول حرف بس الكابيتال. يبقى انا لو طبقت سنتنس كيس على الجملة عندي هيخلي اول لتر من كل جملة كابيتال وباقي الحروف سمول. لو انا ضغطت عليه هنا زي ما انتم شايفين عمل ايه في مروة معاذ، خلى اول لتر بس كابيتال وباقي الحروف سمول. كمان مرة، هي الكلمة كلها اهي كانت كابيتال لتر. لو انا فتحت السنتنس واخترت منها السنتنس كيس اول لتر كابيتال، بضغط عليه اهو خلى اول لتر بس اللي كابيتال وباقي الليترز كلها سمول. طيب لو انا اخترت التشينج كيس واخترت لور كيس، بص كده على الكلمة لور كيس، كل الحروف مالها سمول، لو انا ضغطت عليها ايه اللي هيحصل؟ حول لي كل حروف الكلمة سمول. كمان مرة، عيد الحروف اهي كلها كابيتال، هضغط على تشينج كيس واختار لور، خلى الحروف كلها سمول. نرجع تاني، انا برجع عشان الغي التعديل، عشان الغي التعديل بضغط كنترول زد. وفي الامتحان برضو لو عملتوا حاجة غلط، خطوة واحدة غلط وعايزين ترجعوا فيها، بتضغطوا على كنترول مع حرف الزد في الكيبورد. بعد اللور كيس في اوبر كيس. اوبر كيس بقى في الحاله دي بيعمل ايه؟ زي ما انتم شايفين الكلمه نفسها مكتوبه كلها ايه؟ كابيتال. يبقى انا لو ضغطت عليها، بس خلينا الاول نخلي الحروف كلها هي سمول. لو انا ضغطت عليها الاوبر كيس، لو انا ضغطت عليها ايه اللي حصل؟ حول لي الكلمه كلها كابيتال لتر. طب تعالوا كده نجرب في كلمه سيرتي بورد، هي سيرتي بورد اوريدي كلها كابيتال. تعالوا كده نجرب في الباراجراف ده، لو انا عملت تشينج كيس وقلت له اوبر كيس، خلينا ناخد تكست كده نشتغل عليه. هنبتدي دلوقتي نفتح ملف نبدأ نشتغل عليه بحيث ان احنا نبقى شايفين كل حاجة بتتم فيه. دايما نحاول واحنا بنتدرب على السيرتي بورد، اول حاجه هنعملها اللي احنا نبدا ناخد ملف وورد نشتغل عليه. ليه؟ لان ده بيمكنك انك تاخد تشتغل تطبيقات بشكل اسرع، لانه في الامتحان انت فعليا بتشتغل فعلا على ملف وورد، دوكيمنت وورد. تمام كده، نشتغل على الفايل ده. ادي الفايل ده، ادي الباراجراف ده، ما بضغط عليه 3 كليكس بحدده كله. كمان مره، الباراجراف وليكن التاني ده باراجراف، يعني ايه؟ بيبقى مجموعه من السنتنس ومجموعه من اللاينز. لو عايزه احدده كله في كذا طريقه، ممكن اضغط على اول كلمه هنا زي ما انتم شايفين البوينتر واقف، بضغط ومش بشيل ايدي من على الماوس وبسحب لحد اخر
الجملة دي أول طريقة. الطريقة التانية ممكن أقف هنا من الناحية الشمال وأحدد كده لاين باي لاين، بضغط وبسحب بحدد لاين باي لاين. الطريقة الأخيرة بضغط 1 2 3 ثري كليكس ورا بعض جوه الباراجراف بيحددوا كله. تعالوا بقى نختار تشينج كيس. اذا انا اخترت الاوبر كيس زي ما انتم شايفين الباراجراف كله ايه اللي حصل له؟ بقى كله حروف كابيتال. طيب لو انا رجعت للور كيس يبقى كل الحروف هتبقى سمول. طيب لو انا اخترت اول واحد سنتنس كيس يبقى اول حرف من كل جملة هيبقى كابيتال. هعرف ازاي؟ هتلاقي كلمة سنتنس كيس نفسها اللي موجودة اول حرف او اول لتر فيها كابيتال وحاطط لك تحتيها خط وباين لك ان احنا اخرها الدوت، يعني اخر الدوت هو ده كده هيعتبر اخر الجملة. ادي فعلا خلى اول حرف اهو كابيتال، في هنا دوت يبقى دي اخر الجملة، يبقى اللي بعديها سنتنس جديدة يبقى هيبقى اول لتر فيها برضو كابيتال وهكذا. ايه كمان في التشينج كيس؟ هلاقي فيه كابيتالايز اتش وورد. يعني ايه كابيتالايز اتش وورد؟ كابيتالايز اتش وورد معناها ان انا هخلي كل اول حرف من الكلمة كابيتال. يبقى كل كلمة من هنا في الباراجراف ده هتبقى اول لتر فيها كابيتال. تعالوا كده نضغط عليها ونشوف. تو كوورد خلى حرف التي كابيتال والباقي سمول. طب ستارت اول لتر فيها كابيتال والباقي سمول. ذا برضو نفس الكلام، بروجكت نفس الكلام. يبقى وورد باي وورد كل كلمة هيخلي اول لتر فيها كابيتال. طيب تاجل كيس، ايه التاجل كيس؟ التاجل كيس بصوا لو انا ضغطت عليها زي ما انتم شايفين هو في سمول وبعديها كابيتال. لو انا ضغطت عليها ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هو بيخلي السمول ده، هنا نجرب هنا نضغط على تاجل كيس. تاجل كيس ده بيعمل ايه؟ تاجل كيس ده بيخلي اول لتر سمول وباقي اللترز كابيتال. اللتر السمول ده ويلكم، ويلكم الاول كانت ال W كابيتال وبقيت الكلمه سمول، هو خلاها ايه؟ ال W سمول وبقيت ويلكم كابيتال. طب كلمه انرولد دي تعالوا نشوفها بعد ما نتشينج الكيس لتاجل كيس. كلمه انرولد اهي كلها كانت سمول بقت كابيتال. يبقى التاجل كيس ده بيعمل ايه؟ بيخلي الكابيتال سمول والسمول كابيتال. تعالوا كده مثلا نجرب في كلمة تانية، هنكتب مروة كلها كابيتال، معاذ كلها سمول، فهمي كلها كابيتال، معاذ تاني كلها سمول. تعالوا كده نعمل سيلكت ونعمل تاجل كيس. ايه اللي حصل؟ ادي مروة اللي كانت كلها كابيتال خلاها سمول، معاذ اللي كانت كلها سمول خلاها كابيتال. انا تلاقيني كنت كاتبة حرف الاف كان سمول فهو كده كابيتال وهكذا. يبقى كل حاجة سمول بيخليها كابيتال والكابيتال بيخليها سمول. دي التاجل كيس او الاستبدالية، يعني بيخلي كابيتال سمول والسمول كابيتال. في حاجة بعديها اسمها كلير فورمات. كلير فورمات ده بيشيل اي تنسيق انت عملته على الكلمة او الجملة او الباراجراف ده. فانا لو حددت اللاين ده وقلت له كلير شيل اي تنسيقات عملتها فهو بيشيل البولد والايتاليك والاندرلاين. تعالوا كده مثلا نجرب على مروة دي، لو انا قلت له كلير شال الخط اللي انا كنت عاملاه عليه. لو معاذ، معاذ كنت عاملاه بولد، لو انا قلت له كلير فبيشيل البولد من عليه. يبقى ايا كان التنسيق اللي انا عاملاه على التكست لما بضغط على علامة كلير اور فورماتنج بيشيل الفورماتنج عليه ايا كان. في كمان ممكن اختار ايه؟ ممكن احدد ده الفونت كولر. الفونت كولر اما بضغط عليه بلاقي برضو بلدة الوان زي ما احنا قلنا قبل كده ان كل كولر من دولت بيبقى ليه درجة. ده اسمه جولد اكسنت 4، ده اسمه جريد اكسنت 6 وهكذا. بلاقي التدريجات الالوان بعد ما بحدد لازم احدد المكان اللي هطبق عليه وابتدي اغير اللون زي ما انا عايز. ده بيختلف، الفونت كولر بيختلف تماما عن التكست هايلايتر كولر. ايه الفرق ما بين الفونت كولر والتكست هايلايتر؟ احنا بنقول عليه اختصارا كده هايلايت على طول. الهايلايت هو بيديك خلفيه للكلمه لكن هو مش بيلون الكلمه نفسها. يعني مثلا انا لو واقفه على اللاين ده وضغطت على الهايلايت عمل خلفيه ورا الكلمه لونها اصفر
ولو فتحت السهم بلاقي مجموعة من الألوان الفسفورية اللي ممكن تتعمل خلفية برضو للكلام، ممكن اختار اي لون وبيتطبق عليه. فأنا عندي ده اسمه الفونت كولر وده اسمه الهايلايت كولر. آخر حاجة بيدينا التكست افكت، والتكست افكت ده دي تنسيقات بتكون معدة سابقا، أنا ممكن استخدمها وأبلاي على التكست. ففي منها بيبقى الشادو اللي هو الظل، في منها بيبقى جلو اللي هو الإضاءة، وفي منها حاجة اسمها الأوتلاين، تعمل أوتلاين للكلمة، يعني تخلي الكلمة بدل ما هي تبقى خليني طب أكبر دوت شوية نخليه على 90 مثلا. تمام. الفرض مثلا ان انا الجملة دي عايزة اطبق عليها الافكت، فبلاقي هنا في صور جاهزة للافكت، مجرد ما بقف عليها برضو بيعمل لي هنا بريفيو ليها. زي ما انتوا شايفين انت بتختار الشكل اللي يناسبك او اللي بيعجبك وتبدأ تطبقه. وبرضو لو انتم ملاحظين مجرد ما بقف على اي واحد منهم بيظهر لي تحتيه اسمه، يعني ده اسمه ايه؟ اسمه فيل بلاك، يعني هو لون اسود. التكست كولر 1 والشادو، وليه شادو والكلمة ليها شادو. لو انا وقفت على جنبيه هلاقيها فيل برضو بس ايه؟ بلو. طيب نيجي كده ننزل على الاورنج دي، فبيقول لي ده وايت اوت لاين، يعني الوايت هو لونه ابيض وليه اوت لاين، الاوت لاين لونه ايه؟ لونه اورنج. طب الدرجة بتاعت الأورنج إيه؟ أكسنت كولر 2. طب الشادو بيقول لي الشادو لونه أورنج وأكسنت كولر، أكسنت كولر 2، وهكذا. برضو في الامتحان إذا طلب منك إنك تطبق الإفكت ده فهيقول لك كده أبلاي تكست إفكت فيل بلاك تو لاين نمبر 3 مثلا في بيج 1. فأول حاجة هتعملها هتروح بيج 1 تحدد اللاين، وبعد كده تضغط على التكست افكت وتبتدي تقف بالماوس تهوفر كده عليه لحد ما تلاقي الاسم اللي انت بتدور عليه. بعد ما بلاقيه بضغط كليكه واحده فبيتطبق على طول على الكلام اللي انا عامل له تحديد. في كمان اوبشن تاني ان هو بيخليك بقى تتحكم في كل حاجه، يعني انت ممكن من هنا تتحكم في الاوت لاين، الحدود دي الحد بتاع الكلمه اللي مكتوب بيه، ممكن اغير لونه زي ما انتم شايفين انا واقفه هنا على البلو فخلالي الاوت لاين بتاع الحرف بالبلو، لو انا اخترت جرين هيختاره جرين وهكذا. فممكن اتحكم في الاوت لاين اللي هو الحدود بتاعه الكلمه نفسها، فهنا انا بتحكم في كل حاجه. ممكن كمان اتحكم في الشادو، الشادو ممكن يكون اوتر يعني خارجي، ممكن يكون انر يعني داخل الكلمه. بصوا الفرق هنا، اوتر فيها شادو بره، الانر شادو جوه. وبلاقي ان الاوتر ليه كذا اوبشن، لا اما يكون بوتوم لايت بوتوم رايت بوتوم ليفت، وبرده في توب رايت وتوب ليفت، وبلاقي اللي في النص ده بنسميه سنتر اوفسيت سنتر. فهو برده اذا طلب منك الايفكت ده بيقول لك ابلاي اوتر شادو تو تكست كذا، فانت بتحدده من هنا. مهم قوي انك تخلي بالك ان الشادو اللي هي الظلال بتبقى متقسمه جروب، وكل جروب عليه اسمه، يعني هو هيقول لك ابلاي برسبكتيف شادو، يبقى انا مش هدور هنا، هو قال لك ايه برسبكتيف، يبقى انا هنزل هنا لكلمه الجروب اللي اسمه ايه برسبكتيف. طب بعد برسبكتيف عايز نوعه ايه؟ انا عايزه اوبر ليفت، فهدور على الاوبر ليفت بلو لور، خليها لور هو اوبر لايت، اوبر لايت وادي اوبر ليفت، ادي الاوبر ليفت بضغط عليها يبقى انا كده طبقت شادو اوبر ليفت برسبكتيف اوبر ليفت وهكذا. كل حاجه زي ما انتم شايفين، الميزه ان انت بتلاقي السؤال نفسه هو اللي فيه الاجابه، انت مجرد ما بتقرا بعينك السؤال بتلاقي السؤال نفسه هو جواه الاجابه. السؤال هو جواه الاجابه ازاي؟ بنلاقي كده يقول لك apply over left perspective shadow to line 3 in page 1. هو السؤال بيبقى كده بالظبط، عايز تعمل ايه؟
انا عايز اعمل كذا كذا، قبل ما تكمل السؤال لو سمحت روح الاول وقف في المكان، انت عايز تبقى فين في بيج 1، انا هنا واقفه فين، انا واقفه صح بيج 1، انت عايز تختار مين لاين 3، يبقى انا هعد، نشيل ده كده، هعد لاين 3، ادي 1 2 يبقى 3، هو ده اللاين اللي انت عايزه. عايزني اعمل فيه ايه؟ عايزك تعمل له اوبر ليفت برسبكتيف شادو، يبقى هضغط هنا. انت عايز ايه؟ عايز شادو، ادي كلمة شادو، عايزه برسبكتيف، ادي برسبكتيف، عايزه اوبر ليفت، ادي اوبر ليفت، بضغط عليه بيتطبق، يبقى انت كده خلصت السؤال اهو، طبق لي شادو عليه اوبر ليفت، يبقى السؤال نفسه بيبقى فيه الاجابة. فما نحسش ان الموضوع صعب، اللي هنقعد نحفظ كل الاسامي التولز دي، انت مش عليك تحفظها كليترز وتحفظها كتابة، هو السؤال نفسه بيكون واضح وبيبين لك خطوة بخطوة انت عايز ايه، زي ما احنا شفنا كده في السؤال هنا، في السؤال ده قال لك شادو، بعد كده برسبكتيف، بعد كده اوبر ليفت، فانت بتمشي بنفس التسلسل ده. طيب نرجع بقى تاني نكمل في الفونت، ايه كمان ممكن استخدمه في الفونت؟ احنا كده خلصنا الفونت، اه خلصنا التولز بتاعته، بس نخلي بالنا ان هنا في سهم ده بنسميه اللانشر، اللانشر، وده لما بضغط عليه كده بتظهر لي ويندو فيها بقى كمية كبيرة أكتر من الفورماتنج الخاص بالتكست، فهلاقي هنا برضو الفونت، تختار الفونت برضو زي ما كنا بنختاره تايمز نيو رومان أو اي نو، ممكن تختار إذا كان يبقى ايتاليك أو بولد أو ريجولر اللي هو العادي، ممكن تتحكم في السايز، يعني نفس التولز اللي هنا، نفس الكلام الفونت كلر ممكن تحدده من هنا، الأندرلاين ستايل ممكن تختار أندرلاين ستايل من هنا، وتختار كمان طبعا انا لازم اختار اندرلاين عشان تظهر لي الكالرز برضو بتاعت الاندرلاين، يعني نفس الوظيفه الخاصه بالايقونه دي اللي اسمها اندرلاين، بقدر احدد برضو من هنا الشكل واقدر احدد من هنا الالوان. في كمان الافكت، فلاقي هنا الستريك ثرو، قلنا ستريك ثرو اللي هو بيعمل لي خط على النص، بلاقي برضو في حاجه اسمها سوبر سكريبت، وبلاقي في حاجه اسمها سب سكريبت زي ما موجود هنا، بس بلاقي بقى فيه فيتشر اكتر اللي هي زي ايه، زي دبل ستريك ثرو. يعني ايه دبل ستريك ثرو؟ دبل ستريك ثرو ده مش بيخلي لك خط واحد شطبه واحده على الكلمه، لا بيخليهم اتنين. بلاقي في حاجه اسمها سمول كابس، يعني ايه سمول كابس؟ يعني الكابس لوك اللي احنا بنستخدمه اما بضغط عليه هنا بيغير لي الليترز بيخليها كابيتال. في اول كابس يعني كل الحروف تبقى كابيتال، او ممكن اضغط على الهيدن، ونخلي بالنا اكتر حاجه بنتسال فيها هنا في الفونت غالبا بنجيبها من التكست افكت دي، التكست افكت دي زي ما انتم شايفين بقدر اتحكم في التكست فيل، يعني اللون اللي بيتكتب فيه، والتكست اوت لاين يعني الخط او الحدود اللي حوالين الكلمه، ممكن اخليها نو فيل مش عايزه ليها لون، او اخليها سوليد يعني اخليها لون، وممكن كمان اخليها جريدينت، وجريدينت معناها لون متدرج زي ما انتم شايفين، يعني الكتابة نفسها تبقى بلون متدرج، بقول له اوكي. طبعا كل ده ادي الكلمة اللي انا عدلت فيها، ممكن احط لها خلفية سودة عشان تظهر كده. طبعا زي ما انتم شايفين برضو كل ده هو اللي بيحدده لي في الامتحان اشتغل عليه. في ولاد بتقول ان هو دايما اول ما بيقول لي تنسيق في الخط انا على طول بفتح اللانشر وابتدي اشتغل منه دايركت، ليه؟ بيقول لي ان كل التولز بتبقى قدامي فبيبقى سهل احددها، لكن الموضوع يرجع لك اني فيهم بالنسبه لك اسرع. ده كده بالنسبه لجروب الفونت. بعد كده بقى هنبدا نتكلم على الباراجراف نفسه، ال القطع نفسها وازاي نشتغل بيها. في الباراجراف نفسه بلاقي في اول حاجه دي اسمها البوليت، ودي اسمها النمبرينج. البوليتس والنمبرنج الاثنين شبه بعض، الفرق ايه؟ ان البوليتس بتبقى اولها نقطه كده، لكن النمبرنج دي بتعمل لي تعداد رقمي. يعني ايه تعداد رقمي؟ لو انا دلوقتي عايزه اعمل لسته بالمواد اللي عندي، مثلا انا عندي ماس، اذا ضغطت انتر فبنزل اول السطر، عندي ارابيك، في اي تي، عندي كوميونيكيشن،
كريستي انجلش في كمبيوتر. تمام، لو انا الليسته دي عايزه كل قبل كلمه الماس دي تظهر لي نقطه كده تحدد لي ان دي ليست، فبعمل ده ازاي؟ اول حاجه بضغط على اول كلمه وبسحب لحد ما اوصل لاخر كلمه عشان احدد الليست او القايمه دي. اذا ضغطت باي ديفولت على البوليتس دي كده هو بيطبق لي البوليت العاديه اللي هي الكوره السوداء. الميزه في البوليت ايه؟ ان انت لو جيت على اخر كلمه وضغطت انتر هو اوتوماتيك خلاص بيفهم ان دي ليست وبيحط لك اوتوماتيك بوينت. فانا هنا ممكن اجي اكتب بي اي، لو ضغطت انتر تاني هيعمل لي كمان بوينت عشان اكمل باقي الليست. فالميزه في البوليت ايه؟ ان انت مجرد ما بتكتب الكلمه بتضغط انتر هي اوتوماتيكلي بتظهر. طب في الامتحان بيجي لي ازاي السؤال؟ هل بيقول لي اكتبي ليست؟ لا، مش بيقول لك اكتب ليست، بيقول لك ابلاي بوليت. اكتب لكم هنا السؤال عشان يبقى ظاهر. ابلاي ديفولت بوليت فورمات تو ذا ليست ات بيج 1. وساعات كمان يجي يعمل لك كده، هيقول لك ان هي ستارت فروم ماس نعملها كده تو كمبيوتر. هو ده السؤال، تعالوا كده نحدده كده نخليه ظاهر ونبدأ نشتغل عليه. هو ده بيجي كده سؤال في الامتحان، apply default bullet format to. انا قلت مش بحل، انا الاول بشوف انا هطبق على ايه، لازم اروح المكان الاول وبعدين اطبق. انت عايز تطبقه على ايه؟ to the list at page 1. فين انا هنا في page كام؟ 1. فين الليست اللي هي القائمة؟ اهي دي القايمة، يبقى أنا هطبق عليها، يبقى أنا هحددها كده. عايزني أطبق عليها إيه؟ ديفولت بوليت. ديفولت بوليت بجيبها إزاي؟ بضغط ضغطة واحدة على البوليت، مش على السهم، على العلامة نفسها اللي جنبها نقط. بضغط عليها أنا كده عملت ديفولت بوليت. ممكن نفس السؤال يجي لي هو هو تاني، بس المرة دي بقى مش بوليت، مش عايزه بوليت نمبرينج. عايزه نمبرينج، عايزه نمبرينج. يعني ايه عايزه نمبرينج؟ يعني عايزه يكون ترقيم. بيتعمل ازاي؟ برضو بحدد الليست، والمره دي ما مش هضغط على بولت، هضغط على نمبرينج. اضغط عليها كده اهو اتعمل لي نمبرينج، برضو ده كده ديفولت نمبرينج فورمات. طب انا ليه بقول دي كلمه ديفولت؟ ديفولت معناها ان ده الوضع الافتراضي للترقيم او للبولت. لو انا ضغطت على البوليت النقط ده الشكل ليها بيبقى نقطه سوداء، وفي النمبرنج الشكل للترقيم 1 2 3 4 وهكذا. طيب ايه السهم ده؟ السهم ده لو انت فتحته بتلاقي اشكال تانية للبوليت، يعني ممكن اختار الشكل ده، ممكن اختار الشكل ده وهكذا. فهو اذا طلب منك ان انت مثلا يقول لك ايه امتي سيركل، يعني عايز البوليت تبقى سيركل فاضيه، فانا هختار دي. طب لو قال لي تريانجل يبقى انا هختار دي وهكذا. طب في النمبرنج، النمبرنج نفس الكلام، قال لك ديفولت يبقى انا هختار، هضغط على الايكون نفسها. طب عايز شكل محدد، فانا هفتح لو عايزه اي بي سي بختارها من هنا، لو عايزه الشكل الروماني ده او اليوناني ده بختاره من هنا وهكذا. فانت عندك ديفولت بضغط على الايكون نفسها، وعندك ان انا ممكن اختار السهم واختار شكل النمبرنج او البوليت ازاي. ده كمان مش كده بس، ده انت ممكن في البوليت تختار صوره معينه هي اللي تظهر. يعني مثلا لو انا قلت له ديفاين نيو بوليت، وهقول له انا عايز احط بكيتشر، وهقول له بكيتشر دي مثلا موجوده على جهاز الكمبيوتر. هنحاول نشوف هنحاول نشوف كده صورة بي ان جي. طيب مثلا الصورة دي وهقول له انسرت، هي الصورة دي اللي انا عايزة استخدمها كبوليت، واقول له اوكي. زي ما انتم شايفين ايه اللي حصل، نكبر شويتين، ايه اللي حصل؟
استخدم الصورة اللي انا حددتها عشان هي تبقى البوليت او النقطة، ومجرد ما هضغط انتر، تعالوا كده نضغط انتر، حط لي هو البوليت كصورة اوتوماتيك. الامتحان بيجي ازاي؟ هيقول لك كده ابلاي، برضو بوليت ابلاي بوليت فورمات تو ذا ليست كذا كذا يوزنج مثلا الايكون دي اسمها اب جيني ايمج ات الدوكيمنت. معناها ايه؟ ان انت عايزك تطبق بوليت فورمات للليسته دي يوزنج باستخدام ايه؟ الصوره اللي اسمها اب جيني اللي موجوده في ماي دوكيمنت. فانا بفتح السهم ده وهقول له ديفاين نيم بوليت، وهختار بيكتشر، وابتدي اشوف البيكتشر دي موجوده فين وابدا اختارها، وهلاقيه هو طبقها لي على طول. في كمان حاجه ممكن اختار سيمبل معين، يعني ممكن من الويندو اللي بتظهر دي السيمبل، ممكن اختار مثلا زي ما انتم شايفين الهارت شيب ده واقول له اوكي عشان يتطبق. اهو انا كده، انا كنت واقفه هنا في اللاين ده، فهو عمل لي البوليت هنا. لو انا وقفت هنا واخترت الليست ده وطبقت الهارت شيب، اهو بيتطبق. الميزه كمان ان انا لما بختار طريقه بوليتنج معين، تنقيط محدده، بيظهر لي الشيب بتاعها هنا، ده بيقول لك دي احدث حاجه اللي هي ريسنتلي يوزد بوليت بتظهر هنا. نفس الكلام في الفورماتنج الخاص بالنمبرنج، انت ممكن تختار تفتح السهم وتختار مثلا الف ب ت لو انت عايزه عربي، وممكن تختار الالاينمنت سنتر يعني في النص او ليفت او رايت حسب ما انت عايز، وتقول له اوكي عشان يطبق لك الترقيم بالشكل ده. يبقى الترقيم لو انا ما لقيتش الترقيم اللي هو طالبه هنا، يبقى باي ديفولت هتقول له ديفاين نيو نمبر فورمات، وتبتدي تحدد ايه هو النيو نمبر فورماتنج ده. طيب بعد كده هنلاقي ايه كمان عندنا ممكن بيتطبق في الباراجراف. هنا بلاقي الالاينمنت او المحاذاه. المحاذاه دي تو ايه؟ تو ليفت. يعني ايه تو ليفت؟ يعني هو بيبدا الكتابه من الشمال لليمين. اذا السطر خلص بيبقى الكلمه محاذاتها ناحيه الشمال. طيب لو انا ضغطت على العلامه دي اللي هي السنتر، لو انا ضغطت عليها كده، هو كده بيخلي المحاذاه في النص. معناها ايه؟ لما انت بتبدا كتابه، لو انا كده ضغطت انتر، مؤشر الكتابه فين؟ في النص. طب تعالوا كده نكتب ادي ويلكم تو اور كورس. زي ما انتم شايفين انا بكتب في النص، وكل ما بضيف هو بيبتدي يوسع الكتابه، بس عملها سنترايز يعني ايه؟ في النص. طيب لو انا جيت عليه وقلت له align to right، بصوا الباراجراف هيبقى فين؟ محاذاه ناحيه اليمين. وحتى لو انا ضغطت انتر هلاقي مؤشر الكتابه فين؟ في اليمين. وكل ما بكتب، هنكتب مثلا ورقم 30 بورد وورد 2016 اند 2019، زي ما انتم شايفين انا بكتب انجلش، لكن هو بيبتدي يعمل لي الالاينمنت او المحاذاه من اليمين. لو انا عايز اصحح الموضوع ده هضغط على الالاينمنت ليفت، فهيبتدي يعمل محاذاه شمال. لو انا عايزاه سنتر يبقى سنتر، وهكذا. طب ايه هي بقى العلامه دي اللي هي اسمها جاستيفاي؟ جاستيفاي لما بضغط عليها بتظهر لي كذا اوبشن. في اول حاجه منها جاستيفاي. الجاستيفاي هو بيخليك الباراجراف بيبدو على انه زي بالظبط لما بنكتب مقال في جورنال، المفروض ان انت بتلاقي السطور كده موزونه. بس ثانيه عشان الموضوع يبان اكتر، تمام. انا كده عندي الباراجراف الكبير ده، لو انا ضغطت 3 كليكس احدده كله. في الالاينمنت انا مش محتاجه احدد، مجرد ما بقف في الباراجراف بيتطبق عليه. بص لما بضغط خلينا الاول في الالاين ليفت، انا كده الاين ليفت. شايفين الجمله ظاهره ازاي؟ انا واقفه دلوقتي في الجمله دي في الباراجراف ده. بصوا الالاين هنا في فاضي اهو. طيب انا بقى لو ضغطت على جاستيفاي ايه اللي بيحصل؟ زي ما انتم شايفين ابتدى يعدل في المسافات اللي بين الحروف عشان الباراجراف يبقى شكله كده زي المسطره. في محاذاه من هنا ومحاذاه من اليمين ومحاذاه من الشمال.
لو انا قلت له جاستيفاي لو، الجاستيفاي لو مش هيبان قوي معانا في الباراجراف الصغير، بس اللي يهمنا اكتر الجاستيفاي بس. ليه؟ لان هي بتبان اكتر، يعني هي بتبان عن باقي الكلمات. الجاستيفاي المفروض احنا بنلاقي فيه جاستيفاي لو وجاستيفاي ميديم وبلاقي جاستيفاي هاي، وهناخد المرة الجاية ان شاء الله التأثيرات بتوعهم كلهم. يبقى احنا النهاردة اتكلمنا على الهوم، اتكلمنا على فايل نيو ملف جديد، وخدنا في النيو البلانك والتمبلت والريسنتلي والبند. بعد كده ابتدينا نتكلم على الفونت جروب، واتكلمنا في الباراجراف، اتكلمنا على البوليت والنمبرنج والالاينمنت، وقفنا عند الجاستيفاي. اخر حاجه هناخدها النهارده ان انا ازاي اسيف الفايل ده قبل ما اسيبه. عشان اسيف اي ملف بضغط على فايل، بيبقى قدامي حاجتين اسمهم سيف، في سيف وسيف از. سيف از خلينا اول في سيف، لما انا بضغط على سيف بيقول لي انت عايز تسيف الملف فين، فانا بضغط على براوزنج. اللي هي ايه براوزنج؟ اللي انا تصفح، بتصفح مكان الهارد عندي. مثلا انا عايز على انا عايز اسيفه على زيس بي سي على الاي في فولدر مثلا اسمه مروه، وبكتب هنا الفايل نيم، ممكن اخليه سيرتي بورد فيرست ليسون، بكتب اسمه. يبقى انا حددت المكان اللوكيشن، تاني حاجه اخترت الفايل نيم كتبته، تالت حاجه سيف التايب، بحدد النوع. هو انا ممكن اختار احدد انواع تانية؟ اه، انت ممكن تسيف الملف بتاعك ده كوورد دوكمنت، ده كده بيفتحه اي ملف برنامج حديث في وورد. اذا انت كنت عايز تسيف الملف ده بحيث ان الاجهزه القديمه تفتحه، فممكن تسيفه از وورد 97 و2003، وممكن كمان تسيفه كبي دي اف، ممكن تسيفه كبلين تكست يعني نص من غير اي فورمات وهكذا. يبقى انا ممكن في السيف لاول مره بحدد اللوكيشن، الفايل نيم، والتايب كمان، ثلاث حاجات. هعمل مثلا ادي سيف، انا كده سيفت الملف. لو انا جيت مثلا عملت تعديل هنا وجيت اقفل الملف، هيطلع لي رساله بيقول لي ايه، انت بعد ما سيفت عملت تعديل، عايز تسيفه على نفس الدوكيمنت ولا لا؟ يبقى السيفنج هنا معناها اذا كانت اول مره هتبقى زيها زي السيف از، بحدد لوكيشن، بحدد الاسم، بحدد التايب. اما اذا ضغطت على سيف بس، معناها اللي اخر تحديث انا عملته خزنهولي في نفس الملف ده. يبقى ده كده الفرق ما بين السيف والسيف از. شكرا جزيلا، اتمنى ان شاء الله تكون المحاضره بالنسبه لكم كانت سهله وبسيطه. وباكد تاني ان الشرط الاساسي عشان تنجح في السيرتي بورد وتجيب سؤال كبير، اهم حاجه اهم حاجه انك تحاول على قدر الامكان تتدرب كتير جدا. كل ما هتتدرب كتير، كل ما هيبقى بالنسبه لك الموضوع اسهل واسرع، وهتحفظ كمان اماكن التولز المختلفه. باذن الله ان شاء الله هنحدد ميعاد المحاضره الجايه، اعتقد ان هي هتبقى ان شاء الله يوم الخميس في نفس الميعاد باذن الله. وبقرر تاني المحاضره مسجله، اللي ما عندوش وقت ان هو يتفرج عليها اونلاين ممكن يتفرج عليها اوفلاين، وممكن تبعتوا التواصل مع معاكم عن طريق البيج او عن طريق اليوتيوب. شكرا جزيلا.